بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين. دي المحاضرة الأولى في كورس تكنولوجيا الخرسانة، والكورس ده إن شاء الله بيغطي موضوعين مهمين أوي. أولهم خواص المواد التي تدخل في صناعة خرسانة ومعرفة اختباراتها، ومن أهم هذه المواد هو الأسمنت والركام والإضافات وماء الخلط. الجزء الثاني دراسة صناعة وتصميم وخواص واختبارات الخرسانة، ودي بنزود فيها الطالب بكثير من المعارف اللازمة لمعرفة الخرسانة كمادة إنشائية ومقارنتها بالمواد الإنشائية الأخرى، دراسة طرق صناعة ومعالجة الخرسانة، دراسة أنواع الخرسانات الخاصة، طرق تصميم الخلطة الخرسانية، دراسة خواص الخرسانة في حالاتها المختلفة وأهمها الطازجة والمتصلدة، دراسة كيفية إجراء الاختبارات المتلفة وغير المتلفة على الخرسانة، معرفة حالة التغيرات والتشكلات المختلفة في الخرسانة، دراسة معمرية الخرسانة. وده جدول عن برنامج المحاضرات بتاعتنا مرتبة من أول الترم حتى نهايته إن شاء الله، وبرنامج بالتمارين بتاعتنا من أول ترم حتى نهايته. قبل ما ندخل في التعرف على عناصر مهمة تخص بالخرسانة، الأول نعرف ما هي الخرسانة. الخرسانة دي بنية ولا مادة؟ وإيه الفرق بين الاتنين؟ المادة كانت طبيعية أو صناعية فهي مادة منفردة لوحدها، بتستخدم هذه المواد مع بعضها في عمل بنيات. حتى قبل كده كنا بنقول في كورس خواص المواد ان احنا عندنا تصنيف للمواد مختلف كتير، ما بين مواد مطيلة ونصف مطيلة وقاصفة، وتصنيف لمواد المسنة لمصدر الحصول عليها، وتصنيف للمواد بالنسبة لطبيعة تركيبها. الا اننا كنا بنقول ان كافة هذه المواد ممكن تستخدم منفردة او تستخدم مع بعضها علشان نعمل بها بنية. فالخرسانة تعتبر بنية، بنية يعني مجمعة من مجموعة من المواد. هي ايه؟ يبقى هي بنيان يتركب من عدة مواد. الجزء الاكبر من هذا البنيان هو الركام الذي يتماسك مع بعضه في صورة شبيهة بالكتلة الحجرية، وذلك بفعل العجينة الاسمنتية المغلفة للركام والتي تتصلب نتيجة للتفاعل الكيميائي بين الاسمنت والمي. ونسب توزيع المواد المختلفة مكونة للخرسانة في أغلب الأحوال بتكون الركام من 60 لـ70%، والعجينة الأسمنتية اللي هي ممثلة للأسمنت والماء من 30 لـ40%، وتوجد نسبة من الفراغات من 1 إلى 2%. طب والفراغات دي بتأتي منين؟ وهل إحنا في تعريف إنتاج الخرسانة التقليدية هتكون الفراغات دي دائما موجودة؟ إلا إذا إن أنا عملت خرسانة ما فيش فيها فراغات. طب الفراغات بتأتي منين؟ قال لي ان الاسمنت الذي يضاف على الماء الذي يضاف على الاسمنت العمل العجينه الاسمنتيه المغرفه للركام بيتحط على ميه. الميه دي بتتحط لسببين. السبب الاولاني ان الاسمنت ده يتم تفاعله الكيميائي حتى ان يتسلط، والميه الثانيه بتتحط ليه؟ بتتحط علشان تشغيليه الخرسانه تكون سهله، ان الخرسانه دي عشان فيها حالتين مهمين، حالة بنسميها الحالة الصازجة تكون لدنة القوام سهلة التشغيل والتشكيل. طيب المية بقى اللي زايدة عن حاجة الأسمنت لعمل الإماء ممكن تتبخر من فعل تأثير أشعة الشمس أو الرياح الشديدة. لما بتتبخر بتترك الفراغات اللي بنعترف بها من 1 إلى 2%. يعني الفراغات دي ما بتنتجش عن سوء صناعة ولا بتنتج عن عدم جودة صناعة، لا، ده تنتج الفراغات او توجد الفراغات في حالة وجود صناعة بشكل جيد وبمستوى عالي. طيب يبقى كده من اللي بنشوفه ده بيتضح ان الركام هو المكون الاساسي لجسم الخرسانة، فبيحتل رقم كبير من 1/3 لـ3/4 حجم الخرسانة. طب ده يرد عن ايه؟ الركام مادة، الركام الطبيعي بالتحديد، وده استخداماته كتير. الركام يا شباب اللي هو عبارة عن بقى ممكن يكون زلط، كسر الأحجار، ممكن يكون رمل، دي مادة يعني قليلة الثمن، رخيصة نسبيا، بالإضافة أنه يعمل على أن الركام ده بيقلل كتير من التغير الحجمي للخرسانة في أعمال الشك والاختلاف. تمام؟
أما العجينة الأسمنتية فتقوم بوظيفة فعالة، وهي إيجاد التماسك بين الركام وإعطاء الخرسانة المقاومة المطلوبة وملء الفراغات بين حبوبات الركام وتسهيل انزلاق الركام أثناء عملية الصب. طيب إحنا خدنا فكرة بسيطة عن الخرسانة، طب نقدر نقول ما هي الفكرة العامة لإنتاج هذه الخرسانة؟ يعني الجماعة المبتكرين والمخترعين والعاملين في مجال الصناعة من فنيين ومن مهندسين بيتعاملوا مع المجال ده، فكروا في عمل خرسانة ليه؟ هل ما كانش قبلها بنيات أخرى بتستخدم في مجال التطبيقات المعمارية والإنشائية؟ لا، كان في عند بنيان كنا بنسميه العناصر الخشبية، كان عند بنيان الأحجار، كان عند بنيان بعض من أنواع الطوب المستخدمة، كان عند بنيان مهم كان اسمه حديد، وده كان يسبق الخرسانة مباشرة. لكن كل بنية من البنيات كان لها وعليها من المميزات والعيوب أثناء التطبيق، لكن بنية الخرسانة فكروا فيها ليه؟ الفكرة العامة من إنتاج تلك البنية الجديدة اللي هي عمرها مش النهاردة، لا ده عمرها من حوالي 150 عام. أوكي؟ ليه؟ قال عشان سببين، السبب الأول الاقتصادية، السبب الثاني المعمرية، عمرها طويل على المدى البعيد معمرة، وينعكس اقتصاديتها على المواد المستخدمة فيها، يعتبر 3/4 جسمها ركام طبيعي، وده رخيص الثمن اللي بينعكس فيه على اقتصادية انتاج الخرسانة. اوكي؟ طيب النقطة الثانية ان هي معمرة، يعني ايه؟ يعني بتقاوم كتير من التغيرات الجوية، تقاوم كتير من درجات الحرارة والحريق، تقاوم كتير من المؤثرات الكيميائية او المتغيرات الجوية. تمام؟ يبقى دي الفكرة العامة من انتاج الخرسانة. طيب الخرسانة يزينها ايه تاني؟ ان الخرسانة لها دور فعال جدا في التطبيقات بتاعتها، ينعكس على انها سهلة التطور والتقدم، وفي العصر الحديث يوجد عشرات من انواع الخرسانات هنشوفها بعد كده في الكورس ان شاء الله، في ممثلة في انواع الخرسانات الخاصة وخلافه. يبقى من دور الخرسانة الفعال ان هي سهلة التطور و التقدم، ان انا اقدر اغير من حالها باضافات انواع مختلفه او التغير في الركام او العجينه حتى تتماشى مع المتطلبات، ان كانت متطلبات انتاج ولا ان كانت متطلبات اقتصاديه ولا كانت متطلبات استخدام. تمام؟ يبقى لها فكره عامه وقلنا عليها الاقتصاديه والمعمريه، ولها دور فعال في انها ايه؟ سهله في التطور والتقدم، تواكب كل التكنولوجيات. وعلشان كده حتى الكورس بتاعنا اسمه تكنولوجيا الخرسانة، يعني هي سهلة التطور في النوع ومواكبة التكنولوجيات الأخرى بما موجود فيها من حالات التطور والتقدم العالي. تمام؟ طيب لما نيجي نتكلم على دور الخرسانة بالتحديد، هل بينعكس فكرتها العامة في دورها؟ يعني نقدر نقول ان هي متطورة ومتقدمة وبس؟ لا، واقتصادية، لا ومعمرة، لا وبتقاوم كتير من المؤثرات والأحمال والمتغيرات المختلفة. ماشي؟ طيب نقدر نتنقل بعد كده على مميزات الخرسانة وعيوبها. مميزات الخرسانة، الخرسانة بتلاقي حالتين، الحالة الأولانية وهي تصدر العجينة الأسمنتية بتاعتها او المونة الاسمنتية اللي موجودة فيها او الاسمنت عموما بيتغير من مسحوق او بودرة الى الى عجينة ثم الى جزء متسلط. في المرحلة بتاعت الانتقال لما بضيف عليه المية ويحدث له اعمال اماء بنسميها، بتكون الخرسانة لدينا في هذا الامر، وبدي بنسميها الحالة الطازجة، اللي هي بتكون من اول ما بنضيف المية على الخليط حتى ان يحدث فيها شك نهائي. وفي دي بنقول الخرسانة فيها مميزتين، ان ذات قوام لدن وسهلة التشغيل والتشكيل، ودي من افضل مميزات الخرسانة. ليه؟ عشان كده يسهل تشكيلها في اي قالب معماري. اما الخرسانة بالنسبة لحالتها المتسلطة مقاومتها للضغط عالية، لان الخرسانة من البنيات القاصفة، لان كافة المواد اللي بتدخل في صناعتها مواد قاصفة، فهي بنية قاصفة مش مطيلة، مقاومتها للضغط عالية، مقاومتها للتغيرات الجوية زي بنقول معمرة، زي تأثير درجات الحرارة والحريق، ومقاومتها للمهاجمات الكيميائية عالية. طيب ايه كمان؟ اقتصادية، مش كده؟ يبقى ده برضو من مميزات الخرسانة. طب من عيوب الخرسانة ايه؟
من عيوب الخرسانة ايه؟ الخرسانة في الحالة الطازجة فيها مشكلة كبيرة خالص اسمها الانفصال الحبيبي والنضح، ان لو حصل اي اختلاف في الصناعة او في الجودة بتاعتها ممكن يحدث فيها انفصال حبيبي. انفصال حبيبي يعني ايه؟ يعني الركام ينفصل عن العجينة المغلفة له. طب وهو النضح؟ هو انفصال الاسمنت عن المية اللي بتغطيه، انفصال الاسمنت عن المية اللي بتغطيه. ففي عندي عيبين مهمين موجودين في الحالة التصغير، هو الانفصال الحبيبي والنضح. اما من عيوب الخرسانة في حالتها المتسلطة هيكون ايه؟ اللي بتكون مقاومتها للشد ضعيفة، لان هي بنية قاصفة، مقاومتها للانحناء ضعيفة، مقاومتها للقص ضعيفة اذا ما قرنت بمقاومة الضغط لنفس الخرسانة. تمام؟ كمان احنا اعترفنا من شوية ان يوجد فيها في الخرسانة التقليدية بالانتاج بجودة عالية يوجد فيها نسبة من الفراغات، هي 1-2% صحيح، لكن هذه الفراغات البسيطة ممكن تسمح بنفاذ السوائل والغازات بدرجات متفاوتة مما تؤثر على جودة الخرسانة على المدى البعيد. كمان ان ممكن توصل المية لأي عنصر مدفون في الخرسانة، والخرسانة كبنية قاصفة لا تستخدم في التطبيقات لوحدها، بل بتستخدم بنسبة كبيرة مع بنية مطيرة زي حديد التسليح. يبقى من عيوبها النفاذية، ودي عيب خطر ومؤثر سلبي جدا على الخرسانة وما بها من حديد تسليح. طيب قبل ما نتنقل لمقارنة تانية، هل نقدر نقول الخرسانة كتطبيق موجودة في التنفيذ أو في سوق العمل أو في التطبيقات المختلفة منفردة قليل؟ وجودها قليل، لكن الخرسانة بنية قاصفة قوية والحديد بنية مطيلة قوية، فيجب علينا نعمل مقارنة بسيطة بالاثنين، الخرسانة والحديد. وبعد ما ننتهي من هذه المقارنة نقدر نقول للخرسانة والحديد بنيتين مهمتين في العصر الحديث. ماشي؟ يمكن الشكل البسيط ده بيبين ان لو عملت خرسانة لوحدها في كاميرا من الكاميرات ممكن يحدث لها انهيار اول فوق ضغط وتحت شد. طيب هل الخرسانة تحمل شد؟ احنا قلنا لا، ضعيف تحمل ضغط، فممكن الحافة العلوية تتحمل بالضغط والسفلية تحتاج حديد تسليح عشان يقاوم هذا على قدر المستطاع. يبقى هل يوجد تكامل بالاثنين؟ ايوه، بس هنقول المقارنه دي ده تكامل بين الخرسانه وحديد التسليح، مقاومه الشد في الحديد اعلى والخرسانه اقل، مقاومه الضغط في الخرسانه اعلى من الحديد او في تكافؤ، مقاومه القص في الحديد اعلى، المعمريه طبعا الخرسانه اكتر، مقاومه الحريق الخرسانه اكتر. بس قبل ما نطلع من هنا نقدر نقول ليه الخرسانه والحديد من اهم البنيات في العصر الحديث اللي يوجد توافق بينهم؟ هل علشان دي مطيله ودي قاصفه؟ لان في العناصر الانشائيه المختلفه زي بلاطات الاسقف، زي الكمرات، زي الاعمده، زي كتير من انواع الاساسات المختلفه او كتير من العناصر التي تطوع الى اشكال معماريه مطلوبه بتحتاج الى مقاومه احمال ضغط واحمال شد واحمال انحناء واحمال قص وخلافه. يبقى التوافق بين الاثنين مهم، علشان دي مطيله ودي قاصفه، دي بتشتغل في مناطق الضغط ودي مكان بتشتغل الشد والانحناء. نمره واحد. نمره اتنين، حديد التسليح ما بيلاقيش وسط يحمي نفسه فيه غير الخرسانة. ليه؟ حديد التسليح بيحب وسط قاعدي، وافضل وسط قاعدي لحديد التسليح من 11 ان البي اتش بتاعته الاس الهيدروجين بتاعه وسط اللي بيحميه من 11 ل 13، وده مش موجود الا في الخرسانة. يبقى الحديد عن كافة المعادن بيحتاج وسط قاعدي من 11 ل 13، وده مش موجود الا فين؟ الا في الخرسانة. يبقى يوجد تكامل وتوافق ولا لا؟ يوجد توافق بين الخرسانة وحديد التسليح عشان وسط الخرسانة القاعدي وسط حماية لحديد التسليح. ثلاثة، معامل التمدد الحراري لكل من الخرسانة والحديد متقاربين، ما يحدث مؤثر حلالي عالي بدرجات حرارة كبيرة، الاثنين ما بيتركوش بعض بسهولة. أربعة، لما بنيجي وده ان شاء الله نشوفها في قصة تصميم بعد كده، اما بنيجي نعمل تصميم بقى لقطاعات الخرسانية، مش نعمل تصميم لخلطة خرسانة ولا تصميم لحديد، لا احنا الخرسانة والحديد بنطلع منها شوية خواص بروح لمنطقة تانية اسمها منطقة التصميم الانشائي اللي احنا بيها بنطلع القطاعات طبقا لخواص. ماشي؟ فالتصميم الانشائي بيعتمد اعتماد كبير على هذه الاسس، فهو بيطلع بياخد توزيع على المقطع المستعرض، توزيع للاجهادات والانفعالات. هذا توزيع الاجهادات والانفعالات يوجد فيه توافق وتكامل كامل، يعني الحديد لو بيشتغل في الشد الخرسانه تديله الشويه اللي عندها، لو الخرسانه بتشتغل في الضغط الحديد يديله الشويه اللي عندها عند الالتيميت لودنج او التحميل باقصى تاثير.
تمام. يبقى قد يكون الاربع الاسس دول بيتاخدوا بشكل قوي وشكل اساسي في الحكم على اسس تصميم العناصر الخرسانيه المسلحه. احنا مش هنطول عليكم في المقدمه دي، دي مقدمه بسيطه عن الكونكريت تكنولوجي او كورس تكنولوجيا الخرسانه، وان شاء الله عند المحاضره الجايه نتكلم في صناعه الخرسانه. وكل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.